أول فيلم شفته في حياتك؟ The Godfather. أول مرة قدمت برنامج؟ هنا في لايف ستايل. أول مرة سوقت فيها سيارة؟ كان عمري 14 ومرة كنت متحمس واخذت سيارتي وكملت. أول ردة فعل لما عرفت أنك هتقدم برنامج لايف ستايل؟ فرحت مرة، فرحت، سويت حفلة كده داخلي. أول بلد سافرت لي؟ بريطانيا. أول شخص في دماغك حالا تفكر فيه؟ أخويا ونتلز مدربي وأمي، هذول الثلاثة ناس في قلبي طول الوقت.